باقي وموجود وعلاقتي بالأهل مستمرة حتى الآن ومستقبلا، يعني وكأنه يقول أنا باقي مع النادي الأهلي لنهاية عقدي. بس التغريدة جاءت بعد مشكلة. أنا هل الصحفي دوره يوقف يتحدث عن المشكلة اللي صارت أصلا؟ معليش أنا أقول لك جزئين. عمر السومة يوم تحدث عن النقاش اللي حيصير بعد الموسم اللي هو تكلم عنه في هذا، أنا أعتقد أنه كان يتحدث على أمور أخرى، لكن موضوع بقائه هو الأهم في الموضوع. إيش راح ظن الجماهير الأهلاوية وظن الجماهير الأخرى؟ أنه عمر السومة لما يقول في شيء أنا حتكلم عنه نهاية الموسم، أقرب شيء للناس اللي تخاف على عمر وتقدر نجومة عمر إيش حيفكر في إيش؟ أنه ينتقل، في عملية الانتقاء. أهم موضوع أو أهم جزئية في كل الموضوع هذا كله عمر السومة وعده نهائيا وقال أنا باقي، وهذا اللي يهم. بس معناته في شيء باقي نهاية الموسم على كلام أمس، إذا هذا ما سوى الأمر أكيد في أمر آخر باقي. إيش الأمر الباقي؟ معلش الجزئية الثانية، هذا الجزء الأول عمر السومة ثبت التغريدة القديمة وحط التغريدة الجديدة أنا باقي يا أهلاوي، يعني سالفة أنه بيخرج والرش الإعلامي على هذا الموضوع يعني ممتاز هارد لكم. الجزئية الثانية في الموضوع اللي هي جزئية الحركة اللي صارت على البنش ما بينه اللي هي في الدكة، احنا يا جماعة الخير ليش نحاول نتعامل مع عمر السومة على اساس انه الرجل هذا اقرب للانبياء ويفترض انه ما يخطئ كلاعب؟ نجوم كثيرة في الكرة السعودية، تجي خالد مسعد، محمد نور، يوسف الثنيان، احمد جميل، فهد الهريفي، في الشباب سعيد العويران، فؤاد انور، المهلل، كل النجوم وكل الاسماء اللي انا ذكرتها هذا الان إلا ما كان في يوم من الأيام يحصل لها من هذا النوع وتخطي مثل هذا الغلط. هذا إذا إحنا سلمنا أنه الموضوع خطأ، يمكن لأن التوقيت كان حساس بالنسبة للجماهير الأهلاوية أنه قبل الحسم وفي توقيت لا يجب أن يكون على الإطلاق. تغريدة عمر السومة اللي هي حقة البقاء والسناب اللي خرج ما بينه وما بين صالح العمري، أنا أعتقد إن كان فيها إجابة واضحة وصريحة. وضحت لكل الموضوع إنه خلاص أقفل هذا الملف نهائيا. ممتاز، أنا رايح الاثنين.